جند محاربي تينار. قضي على المرسلات وقتل العديد من الجنود. قوات ريجالا ربما تبدو قوية، لكن روبوتاتها قضت على فرقتي. فلتتذكر الرؤى، لم يختر القدامى حربهم، لكنهم صمدوا فيها. لم يتهاونوا ولن نتهاون. يا للهول، لقد أتيت إلينا. هل تعرفين من أنا؟ ذات الشعر الناري التي هزمت بطل ريجالا عند الضوء القاحل. أجل، نحن نعرفك. أنا ديكا، كاهنة عشيرة السهل. أتيت للتحدث مع الزعيم؟ ليس بالضبط، هناك ما أحتاج إليه. الزعيم سيزودك بما تحتاجين، تعالي. تتحدثون عن إحدى هذه الرؤى؟ أجل، تسجيلات العشرة، سأعرضها عليك إن أردت. في طريقنا للزعيم. لما يريد هيكارو رؤيتي؟ نحن في حرب مع ريجالا. لا أحارب. ليس، لن أحارب. هذه الرؤى، هناك تسجيل القدى. قل كان بل لهنت وتيوز الكهف. ما معنى نقضي شبي؟ كيف وسترى؟ حسنا، هيا إلى الزعيم هيكارو. إنه في غرفة العرش نهاية البستان. تعالي، مرحبا بك بين بها تلف غير مكتملة. عشرة على قبض رجل واحد. كان العشرة جنودا متفانين يعملون معا كفرقة ويتشاركون واجباتهم، وعند نداء المعركة انطلقوا نحو السماوات وقفزوا نحو المجد. يسعى كل التيناكس لحذو حذوهم. قبل الزعيم كان ذلك أحد الأشياء التي تشاركها العشاء. خلال حروبهم تسلق العشرة الصخور وواجهوا الثلج والعواصف القوية. لم يردعهم شيء عن حماية شعبهم. كأنهم منيعون. غير صحيح، لكن الرؤى أخبرتنا عن شجاعتهم وقوتهم، شيء يطمح إليه جنودنا. تنظر عشيرة السماء بإعجاب إلى هذه تحديداً. يقيمون منازلهم في الجبال بالشمال الغربي. عما تتحدث؟ حارب العشرة أعداءهم وسط حرارة الصحراء، أرض قاحلة لا ينجو فيها أحد، ولكنهم انتصروا رغم كل شيء. ولذا تفعل عشيرة الصحراء نفس الشيء. لابد أنك مررت بمنطقتهم في طريقك. فعلت. يبدون متطرفين. سيعتبرون ذلك إطراء. جنود في غابة. هؤلاء العشرة؟ أجل،
عرفوا كيف يستغلون عمق الغابة لتشتيت العدو حتى تحين لحظة الهجوم المناسبة. منذ أجيال بحثت عشيرتي، عشيرة السهل، بهذا عن الإلهام، ومن ثم استحوذت على الغابة في الجنوب. ما هذا؟ زرعها الزعيم هنا. سليه إن كنت الزعيم بالداخل. أنت مستعدة؟ جاهزة. جيد، تعالي. إنها أسفل العرش. سأراك مجدداً يا أيتها الخليل. منقذة ميريديان، أخبروني أنك تصديت لقوات رجال خارج الضوء القاحل وهزمت بطلها جرودا في معركة واحدة. مدهش. فجاف قال لي عنك إنك محارب عظيم وشريف. موته خسارة كبيرة للكثير. لن نتعافى من مذبحة مرشالاتنا قريبا. إن كنت هنا لتقديم خدماتك فسوف يساعدنا ذلك. لست هنا لأقاتل من أجلك. أنا أريد شيئاً في هذا القبو سينقذ حياة الكثيرين وحياتك. شيء لا يمكن رؤيته لكن موجود. رأيته. قلت ثمن خدمتك وسأخبرك بما أريد. بعد موت مرشالاتي أحتاجك معي. ساعديني على هزيمة أعدائي وستدخلين هذه الغرفة بالأسفل. أنا ليس لدي أي ثمن. لست قاتلة مأجورة. أنا هنا لإنقاذ العديد من الحيوات. أحصي جثث المرشالات المذبوحين ومئات من التيناكث. حياتهم أصبحت على المحك. سأحارب لأجلهم وسأقتل أي أحد يهدد السلام وستفعلين مثلي إذا أردت أن أفتح الغرفة التي بالأسفل. حسناً، إذن بالمنطق ماذا يمنعني من قتلك الآن وأن آخذ ما ينقذ الجميع؟ آسفة بشأن فجأة. ليس عادياً. لم تمن رب تحت لدل وتموت. تريد التعلم كما تعد سأب. فشاف قال إن رجال أكبر أخطائك. لما؟ ليس من شأنك. حقاً؟ حاربت ضد قواتها في كانت تحت بعد أرض لم ولا عند وخوة. ما هي كل رود بالضبط؟ كانت العشائر تحارب بعضها. أما الآن حكمي هذا كان واضحا في كل رود. كل عشيرة يعود من يت ماذا فعلت حين تحدثت رجالة؟ إن كنت تيناك ثقة المرش لأنني كان أعت تريد رجال قتلك؟ أجل ذلك من حاول سماع. لما لن ترسل العش من بين العشائر لديه يحميه حائط زعيم ويبقى تفك. لما ترسلني لعشي التيناك هذا لي صحيح. ماذا شوي ملعب يعرف تسميهم حف محاربون. إنهم ينبذون عشيرتهم ويلتهم بدون تقول إنك صحيح. ماذا تح وأنا وضمن وضربت صاعق مجايا وثم تح
ماذا قال لك القدامى؟ لقد تنبأت فرداي بخ وقالت لي دعم نبات اخترت ومن وقت والغفع ست سأفعل ما تريد وسأذهب للشمال إلى إياك أن تنسى التفكير سأوفي تحدثي لدك بطريقك ستسلحك من أجل الطرف لديك شيء لي سلاح لأجل مهمتك ستحتاجينه عند الذروة الحجرية الروبوتات تحوم حول الطريق لأحصل على إيثر سأضطر إلى مجاراة هيكارو علي مقابلة كوتالو عند الذروة الحجرية سأسرع إن ركبت روبوتاً من هنا أنت البطلة من الشرق سمعت عن مآثرك في المعارك يدين لك شعبي إذا سأشاركك ما أعرفه عنك أسمع وأرى أشياء ستساعدك في رحلاتك كمثال أقام المتمردون معسكرا كبيرا في جنب الغربي فترة كنت ستشعرين بالأرض تهتز جراء تفجيراتها الأمور هادئة الآن لا أعرف أيهما أسوأ سأحترس إذن
ماذا يفعلون في الأنقاض؟ إنها هنا. جالب الموت، معركة قديمة كانت هنا. أجل، لقد سمعت الصوت. يمكن أن يزداد البلل؟ أذلك مرئي؟ مهلاً، إلى القتال! أوجدتم أي أثر؟
يخرجون قوة العلم القديم، لكن لما؟ ماذا يفعل؟ معي يستعملون الوقود لتفجير المكان ودخوله. يحاولون الوصول إليه. الباب موصل، لعل هذا المفتاح سيفتح. لنرى ما الذي يحميه المتمردون. قاصرا، ماذا يفعلون هنا؟ أتعرض للهجوم.
يبدو أن أبناء بروميثيوس كانوا هنا أيضا. إلى كل مهندسي وعملاء أبناء بروميثيوس، سمعت بوجود تذمر، تذمر بخصوص تيناكس والعمل والظروف وفقدان الأطراف بسبب روبوت عند استهتار شخص. إنها رحلة شاقة، عانينا وسوف نظل نعاني، لكننا اقتربنا. التحالف سيجلب مرادنا، هذا وعد. الكارجا ستدفع ثمن الغارات الحمراء بالدماء، وكذلك كل أعوانهم من أفراد فانغارد ومن هم في كليم. لذا احرصوا وعودوا إلى العمل، وتذكروا دائماً أن الثأر قادم في الطريق. أبناء بروميثيوس يريدون الانتقام، وكارجا هدفهم، وأفراد فانغارد ماذا يوجد أيضاً؟ اختبروا أنوية طاقة العلم القديم. مخزون كبير منها هنا. مخططات أسلحة، نسخ من السلاح نفسه غير مكتملة. أبناء بروميثيوس يصنعون أسلحة بتكنولوجيا قديمة. أيا كان، يستخدم أنوية الطاقة، لكن لم يكتشفوا الطريقة الكاملة بعد. إن أفسدت تلك النواة، الانفجار سيسبب تفاعلاً متسلسلاً يقضي على الملجأ المحصن معه. بلا ملجأ، بلا أنوية طاقة ولا أسلحة جديدة، لن يكون أمامي سوى بضع ثوان للخروج. وقت الهروب. لم يصنع أسلحة جديدة مخيفة بعد الآن. أبناء بروميثيوس يسعون في إثر كارجا وأفراد فانغارد. علي معرفة المزيد عن عملياتهم وردعهم. Thank you.
تزداد انحدارا والهواء يبرد. اقتربتم من الذروة الحجرية. قالوا بانتظاري، لكن قد ألقي نظرة أولا. إنه قائد عثروا عليه بأعداد المتمردين. كان من قتل فرقته. ماذا؟ لكنه قدم معه. مرحبا أيتها الأمير. ها هو كوتالو. إلى ما ينظر؟ من الشر؟ الكثير من لدي أخبار لك. ثم نضربه بالنصل في بطنه. يتطاير الشرر في كل مكان، وتحصل كلتانا على شارات متشابهة. هل ستتركنا القيادة نغادر؟ أوه لا. ما فعلته لشعبي؟ تعرفه أراضي العشيرة. أريد المساعدة لو بالإمكان. كل آذان صاغية. لا شيء يحدث في المنطقة دون أن أعرف به. في الواقع علي إخبارك. اتخذ طويل العنق من قرية بيتا له في الجنوب الغربي، لكن سمعت أن هناك بقية بعض الروبوتات تطوف بالمنطقة. أنصحك بعدم الذهاب إلى هناك. شكرا لإعلامي. إن تجاوزت طويل العنق سأحصل على بيانات المنطقة المحيطة. الأمر يستحق. متمردو رجال منتشرون في الوادي. قال المستطلعون إن روبوتات كانت هنا لأيام، بعضها للركوب والآخر تقتل من أجل أجزائها، خاصة المدافع. سوف يكون الطريق صعباً. الأوامر هي أن أرشدك للحصن لكي تتحدثي إلى تيكوتي، وكأنه سيفيد. ليس هكذا، سأحتاج أكثر. وكأنه سيفيد.
الحصن يظن إن أصرخ زعيم. لما تظن أن قدي؟ تقارير مشابهة في كل الأراضي يجمع، لكن لذا دخلت أنت. الأمر يسوء المتمر. لا لنأمل. كنت في السفارة؟ كنت تعزية. لا أنا لن كن جي. ما هذا المكان؟ الذرة الحجرية بنيت كقاعدة غرض أمر، والآن أتمنى. ماذا يجعل الحصن منيعة؟ إنه مصنوع من صخور لم يق إن ماذا يؤكد أن تيكوتي لن يسمعنا؟ ثعبان آمن في و هيا قال أحتاج إن كان ليضع أهذك حتى الآن؟ إذن ما الخط؟ يقع الحصن بالجنب، بالتأكيد سنواجه. علينا شق طريق كلاهما صعب دوما. لنا بحقك اتبعيني. كيف ستقنع تيكوتي بإرسال متنافسيه؟ لن أقنعه. هيا يحترم التناكث النصل وقوة المقاتل الذي يحمله. لا نفع من يفكر لذلك. كلانا مقاتل جيد، لكن لنأمل الخير. إذن هذا الوادي تابع لعشيرة سماء؟ أجل، دفعت العشيرة عنه على مدار أجيال. ضد من؟ عشائر تيناكث الأخرى وكارجا أيضا منذ سنوات. تحدثي إلى الكهنة إن أردت دراسة التاريخ. حينما غادرت البستان كيف علمت أنني سأساعد هيكارو؟ حين يريد الزعيم إقناع أحدهم فإنه ينجح. يذوب الثلج على ملابسي، رائع. المتمردون جمعوا أجزاء الروبوتات لصنع مزيد من التجاوزات، وتيكوتي لن يفعل شيئاً؟ لما قد يفعل ولديه الحصن؟ كبرت خلف ذلك الجدار، سهل للمرء أن يشعر بأمان زائف هناك. مزيد من المتمردين أمامنا.
أصرخوا حتى أعرف مكانكم جميعا. نحن غير مرئيين، لنتحرك. في الذروة الحجرية قلت المتمردون في الأرجاء لأيام. حين يدرك تيكوتي أنه مهزوم سيتعرض الوادي للاجتياح. لولا أنه سيضر بقية العشيرة لرحبت بقدوم ذلك اليوم لرؤية كبريائه محمد. أهو ذا الحصن، أخبريني حينما تستعدين وسأعلم ذلك. ماذا يفعل برشال؟ تحدثي عن نفسك كما تريدين. حسنا، هذا ترحيب حار. غريبة ومرشال مشوه مذهل. يذكرني بنشأتي، لم أقرر ما الأسوأ، عندما نفوني أم حين يحدقون. مستعدة؟ نحن هنا. الجدار ليس بالقوة التي يظنها تيكوتي. سأنزل إلى قاعدته وأتفقدها. أهزمت أيتها الغريبة؟ انتظر فحسب. علي الابتعاد عن الجدار لأتمكن من مسحه. حسناً، سأفحص الجدار. كما ظننت، هناك شيء معدني. تلك الصخور تعيق مسحي. علي الاقتراب، لكن كيف؟ سأتمكن من التسلق عبر الجانب الأيسر قرب الشلال. ما مصدر هذه المياه؟ تدفق إلى الجدار، ربما نحو جانب. السفينة تتسقط مثلاً في حدثها. والآن علي مسح الخزان. نواة طاقة، لو فجرتها. لكن كيف؟ حسناً، لن أفعل شيئاً. سأقابل كوتالو. يقول الحراس إنك تحركت كالفئران. إلى ما كنت تخططين؟ تيكوتي قال إنه لن يرسل متنافسيه طالما هم آمنون خلف الحصن، صحيح؟ لا تذكريني. لذا سوف نهدمه. هل اصطدم رأسك بشيء؟ أنا جادة. شيء من العالم القديم عالق هناك، وبداخله نواة طاقة. سأفجره لو فقط تجاوزت طبقة الصخور والمعادن. حتى لو كان صحيحاً، سيتطلب ذلك مدفعاً. محق. وقلت المتمردون يزيلونها من الروبوتات في الوادي. هيا. لا، أنا لن أتورط في هذا الجنون. هيكارو أمرك بمساعدتي. ربما أقام المتمردون معسكراً. وماذا بعد؟
نواجههم نحن الاثنان؟ تقريبا. أجل. حسنا، قد ينقصك المنطق، لكن الشجاعة فلا. إذا عندما كنا مع تيكوتي بدأ أنه يوجد بينكما ضغينة. محقة، إن نجونا منه. بالضبط، ربما سبق بالوعد. ستفي بالوعد. يبدو أن قوة المتمردين النارية زادت. ربما ما يمكنني استخدامه للقضاء عليه. سيساعدني مصلاتي. تزودوا يا أعضاء، سنحن قريبا. ستسقط عشيرة السماء. سلاح روبوت ثقيل، قد يكون مفيدا. أتطلع إلى حمل ذاك الشيء إلى الحصن. هاته. أنا مشوه لكن ظهري قوي. من بعدك. أنت قاتلت بقوة، لكن قتل المتمردين وروبوتهم كان جيدا أن نشن الهجوم من باب التهديد. أتظنين أن هذا الشيء سيفي بالغرض؟ سنعرف عما قريب. ها هو، لا تحتاجين لمدفع وحسب، بل لمعجزة قادمة. حسناً، سأفجر الصخور لأكشف نواه الطاقة. أليس هذا مبهراً؟ طفلان يلعبان الحصار، آمل ألا يجرح مشاعر الحصن. كفى إحراجاً لنفسيكما، واترك الجبل وشأنه. فرصتك الأخيرة يا تيكوتي، بوسعك تلبية نداء هيكارو. فرصتك الأخيرة، فهمت الأمر بالعكس.
غادري المكان يا همجية وخذي الأبطر معك. لن تختبئ خلف الجدار يا تيكوتي، عليك الانضمام إلى هيكارو. أبداً أبداً، سوف نعيد بناءه على الفور. لست في مأمن، عجز الحصن عن حمايتكم من مدفع واحد، فما بالكم بجيش من الروبوتات؟ الطريق الوحيد للأمان هو الاتحاد ضد رجالة مع رئيسك. قلت لن ترسل أي متنافسين ما دامت العشيرة في مأمن خلف الحصن. إذن أرسلهم الآن، وإلا فكلامك ليس له قيمة. أرسلوهم. لم أسمعك جيدا. أرسلوا المتنافسين. أتطلع لرؤية ألوان عشيرة السماء في الحلبة. أنت أيها المارشال، ماذا سيحل بالمكان؟ عليهم العيش من دون جدارهم، لكن ذلك أفضل من العزلة عن القبيلة مثل بيادق في مخططات تيكوتي. لو أردت تفقد أوضاعهم تحدثي لجيرا كهنة العشيرة. إن احتاج أحد لمساعدة ستعلم. حسناً، ربما سأفعل. سوف أرحل، علي إبلاغ هيكارو. أراك عند كولريت. جيد. قد نحتاج لمعجزة هناك أيضاً. علي الصعود إلى هناك لأطمئن على الجميع وأقابل الكاهنة جيرا. ربما من الجيد التزود بالمؤن قبل العودة. أنت الكاهنة جيرا؟ طلب كوتالو أن أحدثك لو أردت مساعدة. جرأة يا محطمة أن تدفني كبرياءتي كوتي أسفل حطام الحصن. كنت فقط. اهدئي، كثيرون في العشيرة معك، وكوتالو محق بإرسالك لي. يمكنك مساعدتي، لقد تبعه جنودنا للسفارة عند الضوء القاحل مخالفين أوامر كوتي. صحيح، أتذكر أن كوتالو ظهر مع عدد قليل من عشيرة السماء. عندما عاد الجنود أوكلهم تيكوتي مهمة برج المراقبة القديم، وهو برج تركناه للروبوتات. لقد أصر على استعادته تأهباً للحرب، لكن أولئك الجنود لا نفع لهم هناك. رغم ذلك إن عادوا بناء على طلب من بطلة هيكارو فلن إنها معنا، فلندعها تمر.
أيتها الغريبة، ينتظرك الزعيم هيكارو والمارشال كوتالو بالداخل. كولروت ستبدأ قريباً. حين تنتهي، سأصل إلى الغرفة أسفل عرش هيكارو وإيثر. اسمعي، الزعيم ينتظرك بالحلبة خلف العرش. هذا يقود إلى الحلبة. جزء آخر من الأطلال تحول لحلبة قتال. انظر. إيلوي، اضطررت لتحريك الجبال لتخضعي عشيرة السماء حرفياً. ساعدني كوتالو. أجل، تلقى تيكوتا التوبيخ أمام العشيرة. أحسنتما صنعاً، لكن كوروت منعقدة الآن. جاء البعض للدعاء. إذا هناك طريقة عبر نصب نحب، لكن إن كان سيجب عليها المهاجمة عبر جهزي مد. أعرف أين سأكون. سأكون مع الزعيم حين وصل القتال. لننتهي من جيد. اضربي بقوة هناك درع في الصندوق، خذيه، قد يكون مفيد. سينشر مرسالات مجددا. اشعر بهذا. لابد انني اراد الحدث عن هذا بالوضع. تمت معركه. نكرم المرسالات الذين لحقوا حتفهم ومن سيلحق بهم. هذا تيكوتي واتباعه بالطبع. هيا فلتنظروا بطله الزعيم، انه شرف. استعد تيكوتي غروره بالمشهد. جنود دفاع هيكارو في نهاية هذا الخندق. لسنا بمفردنا في هذا القتال. ركزوا على الروبوتات، اقضوا عليها وستصبح قوات رجالا مماثلة لقواتنا. علم يا كاهنة. فلتحموا بعضكم. تصدي لهم، دافعي عن كورو.